لقمة العيش حلالا لما لا تنظر آخر العمر زوالا. كم سرقت كم نهب كم بالفتن فتن وتركت الناس أنت بين قيل وقال وتركت الناس أنت بين قيل وقال. عجبك اللي قاعد يحصل يا نعمان؟ ما فيها شيء اخوان شهاب وخو سحاب يتبرزوا ما فيها شيء يا وداد. وداد انا شو مره قالت لك تقول لي يا مولاتي انت ناسي ان انا مرت حاكم مدينه السلام؟ اوه دائما انسى لساني متعود اني اناديك يا وداد لان شختي. وبعدين لا تنسين ان اخوك نعمان قائد شرطه مدينه السلام. ولا تنسى بعد اني انا اللي حطيتك لهالمنصب. طبعا لا يمكن انسى انت اللي وصلتيني لهالمنصب وانا اخوك لا تنسين. بس ما قلتي لي شو اللي معاجبك في المبارزه بين سحاب وشهاب؟ انت خشم ولا تخيشم؟ طالع طالع ايش قاعد يصير؟ طالع هناك لا تطالعني. مسلسل رحله العجائب خاتم الاعمال التراثيه في عقد الثمانينات وربما نهايه للاعمال التراثيه بشكل عام من حيث الحظ والنجاح. وفي هذا العمل جسد الفنان القدير خالد العبيد ثلاثة كاركترات شريرة مرة واحدة وظفها الكاتب والمخرج بشكل مميز حيث أن الشر مهما تعددت ألوانه وأساليبه وأشكاله يبقى متشابها وواضح الملامح. عرض هذا العمل في دورة رمضان عام 90 في تلفزيون الكويت والبحرين وقطر ولم يعرض بعدها حتى الآن. شبيك؟ شو تفكرين فيه يا وداد؟ مولاتك، مولاتك يا نعمان. آسف نسيت مولاتي. وينك فيه الحين؟ أشوف شغلي. لا تنسين أن أنا قائد شرطة المدينة أتطمن على أحوال الرعية لأني قائد الشرطة أنا ونواجبي هذا. وانت صاج تبي الصج يا نعمان؟ لولا مساعدك هالمسكين هذا اللي شايف أحوال المدينة ولا كان المدينة الحين وين؟ فوضى فوضى. في مدينة السلام تجري مؤامرات حامية الوطيس في قصر الملك بين زوجة الحاكم وشقيقها نعمان قائد الشرطة للتخلص من شهاب الابن الأكبر للملك لأن وداد ترغب بالحكم أن يكون لابنها غير الشقيق لشهاب. وتنجح مساعيها بعد عدة محاولات في إبعاد الشاب عن المدينة وإيهام الملك بأن ابنه الأكبر قد مات. مو مهم شلون الخطة فشلت، المهم الحين إن احنا ما نستسلم للفشل. اسمع يا نعمان. أمري وداد. أبيك الحين تروح وتدور لي على شهاب في كل مكان. الشهاب لازم تفكني منه. الشهاب لازم يختفي. لازم يختفي يا نعمان. شوي 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 علي يا وداد شوي شوي. يختفي يعني شلون؟ يعني شلون؟ يعني ما فهمت كلامي؟ فهمت كلامك، بس احب اقول لك انا حرامي ما يخالف، ابوق انصب انهب ما يخالف، لكن اقتل لا لا ثم لا. انا كنت عارفه ومتاكده انك كنت جبان. ما يخالف جبان ما يهمني، المهم ما اصير قاتل. اسمع يا نعمان، ابيك تجيب لي زعيم الحراميه اللي قطيته في السجن. اجيب لك زعيم الحراميه اللي قطيته في السجن؟ انت لا تنسين يبا ان زعيم الحراميه حكم عليه القاضي بعشرين سنه سجن، شلون اقدر اجيبه يا وداد؟ هذا مو هو شغلي، انت فاهم؟ تجيبه يعني تجيبه، تصرف يا غبي. يشق شهاب طريق الصحراء في رحله طويله شاقه ويلتقي بيعقوب ثاني شخصيه يجسدها خالد العبيد. وبين الرواب والبطاح تحط قدمي شهاب ويعقوب عند العم عبد الله معروف الذي يبحث عن كنز ورثه عن أبيه مدفون بهذه الصحراء منذ أمد بعيد.
فيطلب من الاثنان مساعدته في البحث عن الكنز على أن يتقاسمه الثلاثة عند استخراجه من باطن الأرض. ولكن يعقوب يغدر بالاثنان عندما تم العثور على الكنز للاستيلاء عليه لوحده. أنا داري وحاس قلبي إنها الذهب وهالمجوهرات يا عبد الله معروف الموصوف بيصيرون ملكي، ملك يعقوب أبو الذراب المحبوب ومن حقك أنت. لا، أبروح مدينتي وبشري ذاك القصر الكبير وبتزوج وأكل وفلوس وخير خير وملابس وبنام على حرير بحرير. وينجح شهاب وعبد الله معروف في التخلص من قبضة يعقوب واسترجاع الكنز منه، ويقرر شهاب الرحيل مع رفيق سفره إلى مدينته وهي مدينة العجائب. ها جميلة بشري، عسى أخوك رح نوصل. ليه ما وصل ولا في أخبار عنه؟ جميلة أنا وايد خايفة على أبوي، صار له غايب أكثر من شهر الحين ولما الحين ما سمعنا عنه أي خبر. زين، ايش رايك تروحين حق قائد الشرطة وتبلغين عن غيبة أبوك؟ يمكن يهتم بالأمر ويدوره. على بالك إن هالشيء ما طرب بالي؟ المصيبة إني ما أقدر أسوي أي شيء. أبوي موصيني ومحرص علي إني ما أعلم أحد. بس تدرين شلون؟ أنا بنطر كم يوم، وإذا ما يا أبوي ساعتها راح أفكر بالسالفة ويصير خير إن شاء الله. وفي مدينة العجائب التي تكثر بها العجائب، يستنكر شهاب الحياة اليومية لسكانها وكيف أنهم أسيري الشعوذة والخرافات التي يطلقها عليهم نديم الحكام أبو الخشوم الأعمى للتحكم بمصيرهم، وأن من يخرج عن عادات وتقاليد المدينة تحل عليه نقمة ولعنة الآباء والأجداد. وفي كل عام يتغير حاكم المدينة وتتم عملية الاختيار عن طريق ترشيح من يرغب في الحكم إلى ساحة المدينة، ومن تقع عليه يد أبو الخشوم بشكل عشوائي يصبح حاكم مدينة العجائب. نكتة حلوة يا أبو الخشوم. يا وزير. أمر مولاي. عط أبو الخشوم 1000 دينار. آسف يا مولاي. أنا حاكم مدينة العجائب تقول لي آسف؟ هم آسف يا مولاي، لأن خزينة المدينة ما فيها ولا دينار. الكلام هذا مو صحيح. عال وين الفلوس؟ وين الأموال؟ الفلوس راحت حق كبير الندماء وجماعته من مطربين ومطربات وسهرات وقعدات من اللي انت عارفها يا مولاي. والحل، الحل شنو يا وزير؟ ابي فلوس، ابي اموال. زود الضرائب والمكوس يا مولاي وخذ من التجار. يظهر خالد العبيد من جديد في شخصية ثالثة وهي مرموش، وبالتواطئ مع أبو الخشوم يتم تنصيب مرموش حاكماً من بين جميع المرشحين، وهي إشارة واضحة من قبل الكاتب للتزوير الذي يحدث في دهاليز انتخاب بعض رؤساء الدول. فيبدو أن طارق عثمان غالباً ما يلجأ إلى أعمال التراث الفانتازية للتعبير عما يدور في دواخله في المشهد السياسي العربي. وأخيرا يا جميلة الجميلات، يا جميلة، جمعنا اليوم وجمع حبنا. اكشفي عن وجهك يا ساحرة الساحرات، يا جميلة، يا فتنة الفاتنات، يا حلوة، يا جميلة، اكشفي عن وجهك، اكشفي. حاضر يا مرموش. Ah!
يتمكن أهالي القرية من التخلص من قبضة أبو الأخشوم والثورة على حكم مرموش وزمرته الفاسدة بمساندة الشهاب الذي أزال الغشاوة عن أعينهم من الدجل والخرافات التي كانت مزروعة لعدة أجيال في المدينة. يشد شهاب الرحال مرة أخرى وتحط قدماه في قرية الركادة زينة الذي يرزح سكانها تحت وطأة يعقوب وياقوت، فالأول يسيطر على الماء والثاني يسيطر على الطعام، ويقومان برفع الأسعار كيفما شاءوا. ولأن أهالي قرية الركادة زينة راكدين كسولين لا يحركون ساكناً، يستمر ظلم وجبروت يعقوب وياقوت إلى أن تنفرج هذه الغمة وينقشع الظلم على يد شهاب الشجاع. تم تصوير جميع مشاهد قرية الركادة زينة في مملكة البحرين. ما دام انكم معتمدين بأكلكم على ياقوت وبمايكم على يعقوب بتتمون على هالحالة، بس أنا متأكد أنك بتخلصنا منهم الحين. وش قالوا لك عني؟ ساحر ولا بطل من هالأبطال اللي نسمع عنهم في الأساطير؟ أنا إنسان عادي ما أقدر أسوي لكم كل شيء، كل شيء بيدكم أنتوا. تنتهي أحداث العمل بعودة شهاب إلى بلده ويعتلي عرش الحكم بعد وفاة والده وانتصاره على زوجة أبيه التي قدمت له عن غير قصد خدمة العمر بسفره الطويل، حيث أنه اكتسب مهارات عديدة وتغلغل في تجارب سديدة ستصب جميعها ضمن خبراته كحاكم ومسؤول عن الرعية والشعب. رحلة العجائب تأليف طارق عثمان، إخراج عبد الأمير مطر، بطولة خالد العبيد، جاسم النبهان، كاظم القلاف، عبد الإمام عبد الله، زهرة الخرجي، باسمة حمادة، هدى حمادة، رولا الفرة، صالح حمد، ماجد سلطان، جاسم الصالح، حسين نصير، محمد حسن، وهاشم المرزوق. ومن البحرين شارك كل من محمد عواد، جاسم الشريدة، خليفة العريفي، عبد الله ملك، أماني محمد، لطيفة المجرن، محمود الملة، علي الغرير. وقد ضم العمل عددا من أشهر المطربات آنذاك شاركوا في أداء الأغاني التي هي جزء من أحداث العمل. قام بتأليف كلماتها عبد اللطيف البناي، وشارك بتلحينها مجموعة من أكبر ملحن الكويت. أما الغناء فكان للراحلة رباب ونوال والعنود، إلى جانب السهريات التي ألقاها الفنان سليمان الياسين وألفها الإعلامي عبد الرحمن النجار. وزروف ذاك الحمام تصير كالغربان، قالت تسافر وحسن لك طويل السفر، وهذا أنت في غربتك تلفان ميت قهر، فلا يهمك أفا يا شهاب ضيم الدهر، لا سالت الأرض لزم تزهر الألوان. أما المشاهد التي تم تصويرها في البحرين فقد قام بتأليف الأغاني والسهريات علي الشرقاوي وأداء السهريات الفنان إبراهيم بحر. أما الغناء فكان لسلوى زيمان. كل هذه الألوان من الفنون اجتمعت في رحلة العجائب، لذلك يعد هذا العمل من أضخم ما أنتجه تلفزيون الكويت. فقد تعاون القائمون على مراقبة التمثيليات
على إخراج العمل بأفضل صورة إلى حيز الوجود، وارتأى مخرج العمل الراحل عبد الأمير مطر أن يتم تصوير مشاهد المسلسل جميعها خارجياً، على عكس السائد في إنتاج هذه الأعمال التي يتم تصويرها داخل أسقف الاستديوهات. العجائب تلزمنا نحن ننفذ هالشيء، وانت أولنا اللي لازم تنفذ هالشيء، واللي دايم تخوفنا إذا تركناها، فمن حق مرموش إنه يشترك. العطر العطر يا كمون. تفضل يا مرموش. رحلة العجائب شهد بداية النهاية للأعمال التراثية، فبعد هذا العمل ابتعد كل من طارق عثمان وعبد الرحمن الشايجي عن مسلسلات التراث الشعبي، كما أن أبرز نجومها خالد العبيد ابتعد نهائيا عنها، وكأن لزماته الثلاث التي ترددت في مشاهد المسلسل عبارات سحر وتعاويذ تكفلتا بغلق الأبواب وعدم كتابة النجاح لأي من هذه النوعية من المسلسلات. فما قدم في تسعينات القرن المنصرم لم يكن بمستوى ما قدم في الثمانينات، وأصبحت في تراجع مستمر حتى اختفت تماماً من خارطة برامج رمضان في تلفزيون الكويت.